خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي لجامعة المنصورة، واللي نظمت القافلة الشاملة جسور الخير 17، واللي وصلت لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر عشان تقدم الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة لأهالي القصير، وكمان صرف الأدوية بالمجان، ده بجانب تحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، نتعرف منه على كافة التفاصيل للقافلة وفعالياتها كمان. بنرحب بحضرتك، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ بسنت والاستاذ احمد، صباح الخير على حضرتك جميعا وعلى الشعب المصري. اهلا بيك يا فندم. يعني حابين حضرتك تعرفنا الاول على التخصصات اللي اشتملت عليها القافلة. القافلة بتشمل طبعا، دي مش اول قافلة بتطلع، دي رقم 17 وبتطلعها دائما كل شهر ونص او كل شهرين للمناطق الحدودية. دي قافله طالعه للقصير، وكان من حوالي شهر ونص قافله ايضا لواحد سيوة. القافله طالعه للقصير كانت اتحركت بالامس، فجر الامس، والحياه كانت تشمل 36 زميل من الاطباء المتخصصين في كافه التخصصات الطبيه، وشملت ايضا طب الاسنان والصيدله، ومعهم فريق ايضا من الطب البيطري فيها النساء والولادة، وفيها أيضا الأنف والأذن والجراحة العامة وكل التخصصات والأورام. صحيح. ويعني وبرئاسة سيادة النائب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والحياة القافلة بتقوم بمعها الأدوية الخاصة بها وكل المستلزمات الطبية، وبالتالي بتجري العمليات أو بتجري أي فحوصات على الطبيعة. لا. ثم إذا كانت هناك أي حالات حرجة أو محتاجة تدخل يعني إمكانات أعلى بيتم إحالة جامعة المنصورة أيضا بالمكان. نعم، يعني نفهم من كده يا دكتور إن هي قافلة طبية في المقام الأول. ليها طبية. نعم. فعلا هي قافلة طبية، بس ولكن تتضمن أيضا فقرات ترفيهية للأطفال هناك. وبعض الهدايا للأطفال بيتم إصطحابها أيضا مع القافلة. نعم. يعني الحياة لازم أن تكون حياة طبيعية، لأن القافلة ما بتدخل على قرية أو مدينة أو مكان معين، لابد انها تعيش داخل هذا المكان. صحيح. بتقعد من يوم السبت ليوم الاربع مساء. نعم. وبتعود يوم الخميس. نعم. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك، لو بنتكلم على قافله طبيه لاهلنا في القصير في البحر الاحمر تحديدا، ايه اكثر التخصصات اللي لاحظتوا ان عليها نوع من انواع الاقبال من الاهالي؟ طبعا التخصصات اللي هي خاصه بالاطفال، مثلا انف والاذن والحنجره، التخصصات الخاصه بالاوعيه الدمويه، لو مثلا في مثلا جراحات عاجله بيتم اجراءها. نعم. معظم الجراحات العامه بيتم معالجتها هناك، انما لو في جراحات دقيقه، في مشاكل في الكبد في الرئه. نعم. لا قدر الله، بيتم احالتها لجامعة المنصورة. واحب انوه ان دي ليست البرنامج الوحيد، احنا عندنا برنامجين اخرين. برنامج بيطلع كل اسبوع لمستشفى العريش وبير العبد، كل اسبوع من كليه الطب بيطلع مجموعه من الاطباء منذ 2017 حتى الان، وصل عدد الاطباء المشاركين اسبوعيا 1850 طبيب زاروا او استاذ في الجامعه وعضو هيئه تدريس وهيئه معاونه زاروا مستشفى العريش لمده اسبوع ايضا. نعم. وكذلك قافله طبيه بتتحرك عندنا في داخل القرى محافظه الدقهليه بمعدل كل اسبوع ايضا داخل المحافظه، وبيجيني تقرير كل اسبوع عن تحركات القوافل على مستوى جامعه المنصوره. دكتور شريف، عايزه افهم من حضرتك حاجه، يعني دلوقتي الحالات الحرجه هل بيتم التعامل معاها فان انتم بتحولوها لمستشفى جامعه المنصوره؟ بالظبط كده، على نفقة جامعة المنصورة، وبيتم تحويلها بتقرير من الطبيب المعالج اللي موجود في القافلة. وأول ما بيجي لنا بيتم تلقي الحالة ويتم معاملتها على أعلى مستوى. طيب. من والحالات الغير حرجة، لو حالات محتاجة لأدوية، هل بتكشفوا عليهم مثلا وبتوفر لهم الأدوية دي بأسعار رمزية ولا بتقدم بالمجان؟ الأدوية كلها بالمجان. هي. الأدوية اللي بتكون مصطحبة مع القافلة بالمجان، أي حاجة بالمجان. وكمان في أيضا محاضرات توعوية وثقافيه بتهدف الى الوعي للانتماء للوطن، وان احنا نسيج واحد، وان دي دور الدوله. نعم. وده توجه القياده السياسيه نحو ابنائنا وعلى المناطق الحدوديه. نعم. طيب دكتور شريف، يعني حضرتك قلت يعني ان انتم بس مش موجودين، احنا بنتكلم في جسور الخير 17، دي النسخه ال 17 من قافله جسور الخير تحديدا، ويمكن حضرتك ذكرت في حديثك ان مش بس البحر الاحمر، كنتوا موجودين في مستشفى العريش في شمال سيناء وانتشرتوا في عدد كبير من المحافظات. عاوز اسال حضرتك او سؤالي هنا،
على أي أساس بيتم يعني تحديد الانتشار الجغرافي لكم؟ احنا طبعا في بروتوكول تعاون بيننا وبين وزارة الصحة، وده بناء على توجه من القيادة السياسية منذ عام 2017، وبدأ في تنفيذه ان كل اسبوع يوم الجمعة بتطلع سيارة من كلية الطب فيها عدد من التخصصات اللي ممكن ما تكونش متوفرة في مستشفى بئر العبد وكذلك مستشفى العريش، ودي مستمرين عليها من عام 2017 حتى الآن. كل يوم جمعة فريق من الأطباء والهيئة المعاونة بيطلع لمدة أسبوع، يعود يوم الخميس ويرجع فريق. يعني أفهم من كده يا دكتور أن مستشفى بئر العبد هي شكل استثنائي لأن كل يوم جمعة مخصص لها زيارة؟ بالضبط كده، وكذلك مستشفى العريش. نعم. فيما يخص باقي بقى أنواع الانتشار، لو في حالات مستعجلة، حالات خطيرة، جامعة المنصورة بيتم طرح تحويل على جامعة المنصورة ونقدم كل الرعاية الكاملة. نعم. طيب وهل بيبقى في اوجه تعاون ما بين حضراتكم مثلا ومبادره حياه كريمه عشان تقدروا توصلوا طبعاً للقرى الاكثر احتياجا؟ طبعا لنا دور كبير جدا في حياه كريمه هنا في مدينه شربين، سواء من الناحيه الطبيه او الهندسيه او الاشراف المتعلق بجامعه المنصوره. الحمد لله لنا دور كبير جدا فيها الحمد لله. يعني هو عمل الخير تحديدا في مصر ما فيش اي حد بيتقاعس عنه، يمكن لسه شايفين المؤتمر اللي كان موجود للمظله الخاصه بالجمعيات الاهليه تحديدا وشكل التعاون اللي بيقدم او الخدمات اللي بتقدم للاهالي، لكن بالتاكيد اكيد في عقبات وفي بعض الملاحظات بتشوفوها اثناء تواجدكم، لو حضرتك تقول لنا ايه هي العقبات دي وبتتعاملوا معاها ازاي؟ هو الحياة طبعا الانتقال بس لو مسافة بعيدة بتاخد وقت شوية، إنما الزملاء الحياة يعني عندهم روح الولاء والحب والانتماء في العمل التطوعي زي ما حضرتك بتقول، فممكن السفر مثلا ياخد له 12-13 ساعة بيبقى متعب شوية، إنما الحمد لله يعني أنا بسلم عليهم هم رايحين وبستقبلهم هم بيرجعوا، يعني رفع اللوح المعنوية لديهم بتكون لها حافز إن هم يقولوا عايزين نطلع قافلة أخرى. فاحنا كإدارة جامعة برضو والسادة النواب نحاول نتغلب على ذلك، نتواصل معهم أثناء القافلة أثناء سفرهم، فيعني الأمور يعني أنا أعتقد إن ما فيش عقبة تحول دون القيام بالعمل التطوعي. طب دكتور شريف، ايه اوجه التعاون ما بين حضراتكم والمحافظه بقى نفسها؟ يعني بتقدموا، هل المحافظه بتساعدكم؟ يعني احكي لي اكتر عن الموضوع ده. احنا طبعا بنقدم، احنا جامعه علميه بحثيه اكاديميه بتقدم خدماتها للمحافظه في اي اوجه من اوجه المطلوبه. الاستاذ المحافظ اذا طلب اي استشاره من الاستشارات الهندسيه او تحليل اي امور متعلقه، عندنا معامل متخصصه في كليه العلوم وكليه الزراعه، اي نوع من انواع التعاون احنا بنقدمه لمحافظه الدقهليه والمحافظات المجاوره ايضا. وايضا احنا في طريقنا لعقد يعني اوجه تعاون رسميه مع قياده الجيش الثاني الميداني، وكنا في زياره لقياده الجيش الميداني منذ اسبوعين، وفي سبيلنا العمل بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين قياده الجيش الثاني الميداني وكذلك محافظه الدقهليه لتقديم اوجه الدعم اللوجستي والفني والاكاديمي لكل المنطقه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب دكتور، يعني سؤال اخير، القافله الجايه هيكون مكانها فين؟ يعني ان شاء الله التخطيط ليها هيكون فين؟ وهل في تعاون، يمكن بس انا سالت على التعاون مع مؤسسه حياه كريمه، هل ايضا في تعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي؟ طبعا بالنسبه للقوافل بيتم تحديدها بناء على خريطه زمنيه مع المجلس الاعلى للجامعات، لان المجلس الاعلى للجامعات بالاسم مع الوزير التعليم العالي والبحث العلمي بيضع خريطه لكل الجامعه بيكون لها منطقه حدوديه بيتم اختيارها عشان نغطي الجمهوريه كلها. فدي بناخدها كل فتره، المنطقه اللي عليها الدور بيكون منطقه حدوديه دائما بيتم التنفيذ فيها. وكذلك الامر دورنا في حياه كريمه، احنا كجامعه المنصوره الحمد لله لنا دور كبير جدا في كل التخصصات وبنقدم خدمات يعني الحمد لله على ارض الواقع، واعتقد المحافظه تشهد بذلك. يعني اكيد يعني جامعه المنصوره خدت المركز الاول في الاستجابه لكل الشكاوى اللي تقدمت لمجلس الوزراء. الحمد لله الحمد لله يعني بنسبه 99% الحمد لله. يعني بنشكر حضرتك طبعا الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ويعني دائما سباقين في عمل الخير، وفكرة الانتشار
في المحافظات الحدودية تحديدا. أعتقد ده يعني بيقدم هدف أسمى وهو وصول الخدمة وتحقيق نوع من أنواع العدالة في التنمية وفي التوزيع أيضا في كل محافظات وربوع الجمهورية، اللي بيتماشى مع استراتيجية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة ووصول الخدمة لكل المستحقين.